أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ایک آپ کا دل ہے ایک ہمارا دل ہے ایک قرآن پاک کا دل ہے تو میرا دل کرتا ہے کہ آپ کو سورہ یاسین شریف سناؤں درود تاج شریف سناؤں اور رباعی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سناؤں اور رباعی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ یہ جو چار کلام پاک ہیں یہ روزانہ صبح و فجر کی نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھ لیا کریں تو پھر ہمارا دل خوش ہوگا سارے معاملے دل کے ہیں تو وقت نہیں ضائع کرتے تو آئیے سورہ یاسین شریف پڑھتے ہیں اور اس کے پڑھنے کا انداز یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر گیارہ دفعہ لفظ یاسین جو ہے وہ ریپیٹ کر کے پھر پوری سورہ یاسین شریف سیدھے سادے انداز سے پڑھتے ہیں پھر ایک دفعہ درود تاج شریف تین دفعہ رباعی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ رباعی سرکار شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ یہ صبح کی نماز کے بعد فجر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں پھر جو دعا کریں گے اور جو سارا دن چوبیس گھنٹے گزریں گے اللہ کے فضل سے بہترین کامیاب اور خوشحالی سے گزریں گے تو آئیے سنتے ہیں سورہ یاسین شریف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين 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 والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مكمهون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فَبَشِّرُوا بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسلكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني زلا في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا سيئة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون لم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون
وآيات اللهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون لأكلوا من ثمره وما ملت أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية اللهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية اللهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولهم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع العين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا سيئة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مركدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا سيئة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهدرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون لم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد وضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمر ننكسه في الخلق فلا يأكلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهدرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر لا يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم
إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والألم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منكوش في الله والقلم سيدنا ربي والعجم جسمه مقدس موتر متهر منور في البيت والحرم شمس الدهاء بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كاف الورى مسماء ظلم جميل شيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مسماء المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين ابي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سائلنا اشكالنا بسم الله الرحمن الرحيم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سائلنا اشكالنا بسم الله الرحمن الرحيم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سائلنا اشكالنا بسم الله الرحمن الرحيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن الجميع خصاله صلوا عليه وآله وصحابه وسلموا تسليما الحمد لله رب العالمين اللہ سبحانہ وتعالی کے ہم بے حد مشکور جنہوں نے زندگی نصیب فرمائی موقع نصیب فرمایا بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں اپنی رحمتوں سے نوازا مالک کائنات اپنے فضل و کرم میں ہم پر خصوصی اضافہ فرمائیں یہ صبح کا سبق ہے روزانہ پڑھنے والا آپ پڑھیں گے جب فائدے ملیں گے تو آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے گا چونکہ ہر چیز لالچ اور حوث کے زمرے میں آتی ہے جب ہم کسی بھی کام کو فائدے میں کریں تو بہتر ہے کہ یہ کلام پاک آپ اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت میں ہر روز صبح و فجر کی نماز کے بعد باوضو ایک دفعہ کریں پھر جو چینج آئے گی You can discuss with the people. You can tell others کہ اس کے پڑھنے سے کیا فائدہ ہے ہماری جو محفل ہوتی ہے وہ پہلے اور تیسرے اتوار کو ہوتی ہے آپ سب کو دعوت ہے کہ آپ اس محفل میں تشریف لائیں سچ بولیں سچائی کی دعوت دیں حق کی طرف بلائیں صبر کریں شکر کریں بہت شکریہ اپنا خیال رکھیں اپنوں کا خیال رکھیں اور اپنی چیزوں کا خیال رکھیں بہت شکریہ تھینک یو ویری مچ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ